خرجت العناصر التابعة لهيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق باتجاه إدلب شمالا ودرعا جنوبا، تنفيذا للاتفاقية التي عقدتها مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتحالفة معها. هذا فيما تستمر المعارك العنيفة في الغوطة الشرقية وأرياف إدلب وحماة. بعد عدة أسابيع من المعارك استسلمت الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام التي كانت تسيطر على المناطق الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لغوطة دمشق الغربية. المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الحافلات التي تقل عناصر من هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة مع عائلاتهم انطلقت من منطقة بيت جن نحو محافظة إدلب ومحافظة درعا، حيث انطلقت أربع حافلات نحو إدلب وهي تحمل على متنها نحو 100 من عناصر الهيئة، بينما غادرت ست حافلات أخرى وهي تحمل مقاتلين من الفصائل وعوائلهم ومدنيين رافضين للاتفاق نحو درعا. وبذلك تكون الفصائل قد خسرت آخر منطقة تسيطر عليها في ريف دمشق الغربي قرب الحدود مع لبنان والجولان. أما في الغوطة الشرقية تستمر المعارك العنيفة بين قوات النظام من جهة وعناصر هيئة تحرير الشام وحركة تحرير الشام من جهة أخرى، في محاورة داخل إدارة المركبات ومحيطها ومنطقة العجمي التابعة لمدينة حرستا. هذه الاشتباكات جاءت على خلفية تفجير عنصر من جنسية خليجية تابع للفصائل لنفسه بعربة مفخخة استهدفت قوات النظام في المنطقة، كما استهدفت قوات النظام بشكل مكثف حمورية وجسرين وحوش الصالحية ودوما والزريقية ومناطق في محيطهما إلى إدلب، حيث لا تزال الضربات الجوية والصاروخية مستمرة على ريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحماة، إذ استهدفت الطائرات الحربية مناطق في قرية الزكاة الواقعة في الريف الشمالي لحماة بالتزامن مع قصف من الطائرات الحربية على مناطق في بلدة كفر زيتا ومحيطها، وسط قصف مدفعي طال مناطق في بلدة اللطامنة وغارات استهدفت مناطق في الإخوين. وفي الريف الجنوبي لحلب قصفت قوات النظام مناطق في قرية برج السبنة، فيما نفذت الطائرات الحربية غارات استهدفت أماكن في منطقتي سيالة ورميلة. وفي الريف الشمالي لحمص استهدفت الفصائل بنيران قناصتها عناصر من قوات النظام على جبهة جويلك، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدة عناصر، في حين فتحت قوات النظام من نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في قرية غرناطة الواقعة في الريف ذاته.